صباح الخير متابعينا، اسعد الله صباحكم ويومكم بكل خير. اليكم توقعات الاحوال الجوي. اذا تحرك المنخفض الجوي واصبح يتمركز بعيدا نحو مناطق بحر قزوين، وما زالت المملكه لا سيما في شقيها الشمالي والاوسط تحت تاثير بعض التيارات الهوائيه الغربيه الرطبه التي تعمل على هطول بعض الزخات المطريه المتباعده زمنيا وجغرافيا في المنطقتين الشماليه والوسطى، مع حدوث وتشكل اضباب فوق المرتفعات الجبليه العاليه. خلال ساعات نهار هذا اليوم يتوقع ان يتقدم مرتفع جوي بالتأثير على المملكة، الأمر الذي سيعمل على حدوث تراجع تدريجي في فرص هطول الأمطار وانتهاء تقريبا فرص هطول الأمطار مع دخولنا في ساعات العصر والمساء واستقرار الجو بشكل تام خلال ساعات الليلة القادمة، وسط أجواء تبقى باردة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، حيث تسجل درجات حرارة اليوم أقل بكثير مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام. كما من المتوقع أن تكون الأجواء باردة بشكل كافي خلال ساعات الليل القادمة لحدوث وتشكل الصقيع في بعض المناطق الصحراوية من جنوب المملكة. درجات الحرارة اليوم تصل في العاصمة عمان كحد أقصى حوالي تقريبا 8 درجات مئوية مع أجواء غائمة جزئيا، تبقى كما ذكرنا فرص الأمطار في ساعات الصباح لكنها تتراجع بشكل تدريجي، لكن كما نلاحظ الأجواء باردة بوجه عام. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة. نبدأها شمالا من محافظة إربد، تتوقع أن تسجل 11 درجة مئوية في ساعة النهار والصغرى 8 درجات، جرش 10 إلى 7، عجلون اليوم 8 سواء في الليل أو في النهار، 10 إلى 5 في المفرق. انتقالا إلى المناطق الوسطى من المملكة 8 إلى 6 في عمان، الصد 8 إلى 6، 10 إلى 5 مأدبة، 11 إلى 7 في الزرقاء، و18 إلى 13 درجة مئوية في البحر الميت. انتقالا إلى المناطق الجنوبية من المملكة، كرك 9 إلى 6، الطفيرة 9 إلى 5، معان 13 إلى 5، جبال الشرع العظمى 6 درجات والصغرى صفر مئوي، في العقبة 21 درجة مئوية اليوم، درجة حرارة معتدلة للأجواء تقريبا هناك والصغرى 14 درجة مئوية. ختام هذه الجولة اليوم في المناطق الشرقية، الرويشد 15 إلى 5، الصفاوي 13 إلى 4، وفي الأزرق من 14 درجة مئوية. في ساعة النهار تهبط ليلا إلى 5 درجات مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى اللحظة. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم دائما بخير. إلى اللقاء.